الواحد بقى عايش في بيت من الزباله حرفيا، في الارض في خشب، في السقف في خشب، بقى في كل حته كده شكلها زباله. فقررنا ان احنا نغير المكان ده بكوارتز، بس صراحه الفلوس بتاعتنا ما قضتش، فبحاول اشوف شغلانه كده، اي حاجه اشتغلها حتى لو يشغلوني بتاع بديله، اي حاجه يعني اي حاجه تجيب فلوس عشان خاطر اغير بقى مكان البيت ده كله كله كوارتز. فاكر تعمل لايك شير في القناه وتفعل الجرس وتعالى نشوف شغلانه، عشان لو ما لقيتش شغلانه حلوه النهارده هضطر ان انا اسرق مكان، قريه بقى، بنك، اي حاجه تيجي قدامي هسرقها عشان عايز اغير بسرعه اساس البيت ده، عشان خاطر الاساس ده شكله زباله ومش عاجبني. تعال تشوف السندريلا يمكن يكون عندها فكره ولا حاجه. انت الست، انت اصح اصح، ايه اللي بنعمل كده؟ ايه اللي بنعمل كده؟ انت عامله ش موتني يخرب بيتك، اموتك مش عارف بقى فيها صحه كده وقوه على الصبح، شربت ريد بول وبقيت جامد انا على الصبح، بصي قوي قوي شبريلا واسترجل. ايوه ايه ده؟ انا مسترجل من غير ما اشرب بريلا، عاوز شربت ريد بول، ريد بول مش بريلا. ايه الريد بول ده؟ الريد بول ده مشروب الاغنياء، مشروب طاقه للاغنياء. وانت ما شاء الله غني، ده انت واخد الحمد فلوسي لله مني يا كذاب. مع بصي دلوقتي عايزين نغير شكل الاساس بتاع السقف القرف ده والارض دي، وانا مش معايا فلوس بصراحه، ففكري معايا في فكره كده ان احنا نروح نشتغل في مكان، يا اما نعمل الحل التاني اللي بنلجأ ليه كل مره. مش عارفه بس ايه هو؟ فكري بمكان، شوف لنا كده شغلانه كده هنروح نشتغل، شوف لنا مكان، مكان نروح نشتغل فيه ولا اي حاجه. تيجي تاني نشغل الراديو يمكن يكون فيه اي فرصه تعمل. هيعلنوا يعني عن شغل في الراديو، انت متخلفه؟ بس نشوف. شغال يا شيخ شغال. بسم الله. عاجل، تم الاعلان عن بطولة المصارعة. ايه ده؟ الذي فازتها 10 سيستات دايموند. يا نهار اسود. والدخول لهذه المسابقة للفرد الواحد 150 دايموندايا. يا نهار. فردين 300 دايموندايا. يا نهار. بس اقفل الراديو، اقفل، شوف المسابقة دي فين وخلينا بسرعة بسرعة ما تضيعش وقت، هروح اقول للسيف. السيف ما هيتشد. ايوه يعني انت معاك فلوس. ثواني ثواني، سيف لو دخل المسابقة دي ده بلطجي، لو دخل هيكسب المسابقة دي واحنا نستفاد من سيف، نضربه وناخد الفلوس بتاعته. تعالى. طيب ماشي، نضرب مين؟ هنضرب سيف ده بلطجي، هنضرب سيف. حد فينا؟ انت يا بني ادم، بني ادم يا غبي. الحمد لله والله، لسه كنت بقول يا بني ادم يا غبي، انت اكدت كلامي على طول من غير ما الناس تقول لك. بص انا قلت اقول لهم عليك ان انت موزع في الكومنتات قليلة، وتلاقيت لك واحدة بتكراش عليك في الكومنتات. ايه ده مين؟ اقول اسمها؟ قول. لا شاول يا مول، هي كانت بتكراش عليك وتقريبا كده يا صيف، تقريبا كده كانت بتحبك. ايه ده؟ قول ولا لا؟ ايه ده يا صيف ده؟ ايه ده يا صيف؟ مش هينفع اقول يا صيف. معلش 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 معلش، انا بص ايه؟ مرتبط بمعزه؟ اه. بص يا صيف، تعال تعال نتكلم بره بس عشان انت الجو عندك حر ومفيش تهويه. تعال. في مسابقه في المدينه هنا، استنى اقول لك التفاصيل بتاعتها بالظبط. بتدفع 150 دايموندايا وبتقدم في المسابقه دي مسابقه مصارعه بقى، عايزه عضلات وضرب بقى. بص جون سينا و... ما ينفعش تاخد حق تحارب فيها بالسلاح؟ ما ينفعش سلاح، سلاح ايه متخلف انت؟ بقول لك لازم تضرب بايدك بقى، تكون انت بلطجي كده يالا وجامد. ايه رايك؟ عندي فكره حلوه، احنا ممكن قبل ما نروح نروح اي جيم ونروح كان نعمل يا ابني عضلات. جيمي انا بيفرش معايا جيمات والحاجات بتاعت العيال التوتو دي، احنا بص هنضرب على طول، بس دلوقتي احنا عايزين نشتغل عشان نجيب فلوس. نجيب فلوس منين؟ نجيب فلوس منين؟ لسه لا يا يا ما احنا ندور على الشغلانه الحلال، يعني احنا نشتغل يا معانا فلوس نروح المسابقه نضرب نتضرب يبقى معانا فلوس تاني. احنا ممكن نشتغل بعض. ايه ده؟ يعني 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 ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني نشتغل بعض دي يعني ايه؟ يعني 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 نضحك على بعض وناخد فلوس ونضحك على بعض ليه يا غبي؟ ما احنا ممكن ايه الغباوه دي؟ بس احنا ممكن نشغل الناس يا ابني. بص بص يعني احنا هنبيع لهم مثلا بلالين ويكون بلالين دي فيها قهوه تعويض؟ لا لا انا ببيع لهم بلالين لما يجي مفقوعه تقوم مفقعه. اه ليه؟ ليه يا اللي العيد داخل كل سنه وانتم طيبين ورايح فرح عماء وحاجات. بص انا رايح اشتغل، خليك انت خليك انت العيديه يا بس ما هنذبحك في العيد يا عم. اذبحني ليه؟ انت شايفني معزه؟ انت عايز العيديه؟ لا يا اسطى شايفك شايفك فاخه. عايز هو العيد لسه جه؟ النهارده اربعه، لسه ناقص خمس ايام على العيد، يعني كل سنه وانتم طيبين. ايه ده؟ في حد بيضرب؟ حد بيضرب في مليان؟ ايه في ايه؟ يا ريت والله اكتبوا الرقم عندكم. زيرو زيرو شاشي 30 30 30 22. واحد انت بتوزع لنا هديات وانت عايز اقول رقم. بقول لك يا سيف انا عارف ان انت حرامي عربيات قديم. ايوه اي عربيه تشوفها في الشارع فكك فككها فككها خد عندك على البيت. ماشي. فمحدش هياخد باله ولا حد هيحس بحاجه، ثق فيا. يا ابني دي مراتي بتضربها ليه؟ شفتني عربية مهزة انت؟ معلش تعالي ورايا بس، تعالي ورايا خلينا نروح نشتغل، تعالي نروح نشتغل لو انت وسيك منه ما تضربوش بعض، عيب يا ولاد.
ايه انت رايح فين انت؟ اخدك معايا عم بيك ايه هنا؟ عايز اشتغل اجيب فلوس، انا مش عايز اشارك في البطوله. اجيب فلوس ايه؟ طب تعال بس تدخل هنا في المطعم. مش عايز اعمل بس خلاص تعال اقول لك اهو. تعال بس نشتغل في المطعم. مطعم لا، هو الراجل البيت ده انا اشتغل، انا طباخ وده يشتغل الخدام الفقير المعفن. تعال وانا اشتغل ايه؟ انت بقى تشتغليش بقى انت، انا هشتغل لك وندفع لك الفلوس. انا مدام الراجل ده محترم سيف، لو بلطجت عليه اقسم بالله يا سيف ما هيكفيني ان انا اقتلك. انا قلت لك اهو، ما تخليك هنا لحد ما اخبط. خليك هنا، خليك هنا، خليك هنا، خليك هنا يا ابني، خليك هنا يا ابني. السلام عليكم. يا نهار اسود. بقول لك يا اسطى ايه؟ فلوسي. ايه ده؟ انا عملت فيك ايه؟ عايزين نشتغل عندك. سجل جميل. مش جاي. ايه ده انت مش جاي؟ مش جاي تسرقوني؟ لا لا يا عم، ده سيف البلطجي قتل 24 واحد ومثبت 3 ستات وغزهم في بطنهم. طب دي واحد عشان تليفوني بيرن. ايه يا ابني؟ لا انا كده شكلي هطردك، قلت لك كذا مره اشتري اول شارع المطعم اللي هو على اول شارع المطعم. ايه ده؟ ايه يا استاذ ده؟ بالظبط هو ده المطعم. يا استاذ اقسم بالله العظيم لو ما اشتريتش المطعم دلوقتي لا ده هتشتري مطعم. يعني انت غني ومعاك فلوس تشتري مطعم؟ ثانيه بعد ماشي. واقسم بالله بكمان مره لو ما اشتريتش المطعم والله لا ترضى. بس انت مطعم مثلا انت مطرود يا عم، صل على النبي. هات بقول لك ايه، انا جايب لك جايب احنا جايين هنشتغل على هنشتغل متاكد؟ لا مفيش، ده بيكسر بس. هو بالنسبه اللي بيكسر البيت لا 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 مالكش دعوه بيه، ده عشان ما يضربكش. اضرب مين يا عم؟ ده هو مكالمه للشرطه على طول يجي يقتل يا حبيبي. اهدى بابا، استنى على نفسك. ها سيكا ها سيكا ها يا عم، مش عامل حمام. بص بعد اذنك، بعد اذنك كده مش شغال. انت شغال؟ انت عامل حمام يا ابني. الراجل ده مرفوض، الراجل ده مرفوض. معلش عشان خاطر، عشان خاطر، عشان خاطر، عشان خاطر، معلش كسر لي البيت عشان خاطر. الحمام عليهم يا. طب بص يا ابني اهدى، استهدى يا ابني بالله، يا ابني استهدى بالله. بص انا هشتغل انا الشيف وهو يشتغل الخدامه بقى اللي بتقعد تعمل كده. امسح يا قوطك، بص يا قوطك كده. انت بيصلح لك اهو، يعني راجل محترم. تعالى بس، طب تعالى بس كده اقول لك كام حاجه دلوقتي. انت عايز تشتغل ايه؟ اشتغل شيف. ماشي، انت شيف ومراتك ال لا مراتي بتشتغلش. ما بتشتغلش؟ ماشي. بس هتقبض. والحيوان اللي بس ايه؟ هتقبض. ماشي خلاص. ايوه انا هقبض. بس هتقبض يعني مش الشهر بس هتقبض. طب ماشي. والحيوان اللي فوق ده ولا الحيوان اللي هو ده اللي هو لابس اسود ده؟ ايوه ده يجي يمسح لي كل يوم جزمه. ايوه كل يوم جزمه. امسح بقى، اشتغل بقى. انت حيوان؟ ايه ده؟ انت حيوان. وصوتك خرج من بقه؟ تقريبا. لو سمحت يا جماعه صاحب الشغل، استنى بس استنى بعد اذنك. ممكن سؤال؟ هل ذات مرتبط؟ وانت مال اهلك؟ انت مالك انت؟ انت مالك؟ بتساليني ليه؟ هتجيبي لاختك تتجوزها؟ انا اللي هتجوزه. دي مراتك؟ هي المفروض والله بلوى سودا. لا يا بس انا اللي هتجوزه، اجيب اختي ليه؟ انا بس اسف خلاص. ومتاكد؟ متاكد برضه ان دي مراتك؟ يا عم والله لا متاكد، بس انا نبدا الشغل بقى عشان ما نضيعش. يا ابني ده مش حمام سباحه، ده مش بسين ده. انت مصدقت شفت شط ميه عايز تقعد فيه؟ انا عارف. تعال ده شيكوزي. تعال لا المكتبه بتاعتك. ايه بس يضرب حد على راسه كده؟ هنشتغل. امشي من قدامي عشان هحضرك على ماك بزياده. بس ايه شكلك مش مسيطر. انا هشتغل انا في المكتبه دي. حلوه المكتبه دي، هشتغل فيها. ابيع لك كل شيء بعد اذنك. بس انا عايز تعالى كده، تعالى ورايا افهمك حاجه. بعد اذنك كل يوم تيجي تاخد الكلب بتاعي تخليه يعمل حمام هنا شد المنطقه بتاعه الحمام بتاعه. طب ما اخدك انت بدل الكلب بتاعك. انت جاي تستهزر؟ وبعدين انا يا حبيبي انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ انا راجل جامد وانت انت ما تعرفنيش. مين انت؟ الراجل بزنس هنا في المنطقه. بزبز بزبز. ايوه بزبز. راجل بزبز. راجل بزنس مان. طب بقول لك ايه؟ ده هو الكلاب بتعمل حاجات هنا. هو النهارده كده اليوم بتاعنا خلص، عايزين القبض بقى. بقول لك ايه يا راجل؟ احنا اشتغلنا تعبنا. انا نضفت لك البيت من جوه. تعالى تعالى حتى بص شوف انت فين. والله عايز نضفه لك فوق نضفه لك. هو من ناحيه نضفه فوق نضفه. انا هديك مكافاه. الراجل تعب، اديله فلوس. خلاص يا سيف، خلاص يا سيف اهدى يا سيف. انا هديله مكافاه دلوقتي. تعالى. يا الله فين كان عايز مكافاه؟ واضح لك بقى الحاجه دي. اديك مكافاتك دي. لا باشا ابعدوا كده بعد اذنكم شويه. ابعدوا بعد اذنكم. وين فين؟ طلع يا عم مش عارف. يا استاذ يا استاذ عيب والله، عيب المعامله الوحشه دي. يا عم يا حبيبي انت مش جاي تستقبل عندي وتقول لي جاي اشتغل. يا عم بص عايز اطفى. لا ما تطفاش ما تطفاش. يا سيف يلا ما عملتش.
هات فلوس ده هات فلوس يا ما جت عشان تاني من ده انا عشان انا ضفت لك اي حاجه اشتغلت مش انا اشتغلت انا وصيف ايوه هتبتدي من بكره لا بس بعد الفلوس هتبتدي من بكره مش هتدفع فلوس يعني انا اصبر هدفع لك خلاص سيف خلاص افهم لك سيف الراجل ده الراجل ده هنا على نفسه سيف الراجل ده هينام هنسرقه سيف هن ايه نصيبك انت واخواتك وسع وسع عمو هات خد نصيبك انت واخواتك انت يلا حصلني يا سيف كده بقى ما اتفقناش بقى غير على حل واحد الراجل ده بيستهزئ بينا وبيدينا دايموندايه وخدها كمان ماشي يبقى كده كان على نفسه احنا اشتغلنا وطلع عينينا النهارده وقررنا خلاص ان احنا بالليل متاخر الساعه 3 الفجر بالليل متاخر الصبح الساعه العصر هنيجي نسرق هناخد كل الفلوس اللي جوه هنموته عشان خاطر بس من اجل ان احنا نخش المسابقه دي لان المسابقه دي بتتعمل مره واحده في السنه وانا ما كنتش عارف ان المسابقه اتعملت السنه دي جاهزين جاهزين وانا جايب عصابه معايا بجد وحقيقي ولا ايه انت شكلك عامل كريم انت شكلك اصلا مخوف كده ليه يلا بينا هاتي السلاح ده لا حول الله السلاح لا امسك السلاح ده هاتي مقامك اقسم بالله حط في دماغك اللي شبه اللي عملته الخنفسه دي عارف انت يلا اهدى اهدى انت اصل قرف تعالى وحصليني حصليني اقسم بيت راجل مش كده بيت لحظه اللي كده انا ايوه ما موتش موت انا حصليني. ايوه ماما حصليني يعني. هنفضل قاعدين هنا لحد ما الدنيا قرب هنفضل قاعدين هنا لحد ما الدنيا تليل بالليل بالليل في المتاخر هنخش نكتم عليه انت تمسكه من ايديه وانت تمسكيه من رجليه وانا هضربه دلحونه اهو يلا تيجي تروحونه يلا فين حد بص في صيدليه في اول الشارع بص روح هات حونه وتعالى حاضر حاضر استنى ولا سيف ده انا معاك كلها شاله هدي له حقنة فين؟ بتاعه هدي له فين؟ قول العقل اتأخرت كده ليه؟ اهي جات اهي هاتي الحقنة هاتي هاتيها كده انا مال انا هاتيها يا بنتي هاتيها انا اللي هدي له حقنة انا اللي هديها هاتي الحقنة لا انا اللي هديها يا بنتي هاتي الحقنة واقسم بالله اديكي بالسلاح ده خلصي هاتي بس انت ليه اناني انا هيسمع له انت هاتي بس هدي له انا هاخد امسك اهو نصيب اعرف جاي اهوت يلا حصلنا يا صيف حصلنا على الله صيف حسبي ولا نعمل كل شيء حصلنا يلا حصلنا الراجل نايم ولا همه اي حاجه صاحي ده صاحي استنى استنى مش حد من الشارع عادي حد من الشارع عادي ولكن حصل اي حاجه ولا قاعد جايين نساك ها طب خلاص طالما انت بتطلع له بقى حل عليه من فوق يلا حل عليه الحرامية حل ايه ده ده جري ايه يا بس منفوس ايه لم كله لم كله اثبت مكانك ما اسمعش صوتك دماغك شغاله بزنبلك انت عارف انا كنت بكلم مين دلوقتي نسيم شكلك كبير يخرب بيت شكلك ادي بتوجع كده 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 مات مشكوك نسيم انا عندي اسمه ده شيست مليان دايموند هاتي كله هاتي كله وتحصلي على البيت هناك بقى تعالي بس هلا عايزين بس نعرف مكان المسابقه دي فين ونروح نقدم على طول هتلاقي فيه متسابقين ومتسابقات وجمهور اكيد اكيد في المدرجات اكيد بس دي حاجه ممكن نفتح الراديو يمكن يقول على مكانه هو تعال تعال افتح تعال طب استنى استنى انا جاي اهوت عشان انت مش عارف تفتح اشتغل ازاي ده كلمه سير كلمه سير هو عامل الباسورد ده اخر ايوه زربي عاجل تم اعراف عن المكان المسابقه جاء بجانب القريه اللي ورا شارع 16 اللي ورا البيت الاحمر شكرا ده فين الكلام ده بقى تقريبا تقريبا احنا يا باسم في ولا سيف يا دي يا سيف احنا في شارع كام ايه انتوا فين اصلا احنا هنا اهوت ولا احنا عند الجرس بص احنا عند الجرس يا اخويا يا عم تهت ايوه ايوه يا لهوي جايبين امتحان صغير يا ابني اخلص احنا في شارع استنى 16 بص لو احنا قسمنا 3 بيوت دول على 5 بيوت في شارع 7 15 بابا يا عم بابا بس القرف حصليني عرفت المكان حصليني الله الله بس يعني حل يكون في مكان لينا تعال تعال بطريقه هنقدم هندفع 450 ده من ضايع انا وانت واخوك الغبي ده ماشي طيب ماشي يلا هيفوز معاك اصلا؟ ومعيش معايا حاجة يا ابني والله ولا معايا بس ندفع فيزا هي القرية ايه؟ المفروض بقى ده المكان بقى بس تقريبا لسه ايه وايه بيت اللحمة بيت اللحمة وايه هناك اهو يبقى هو ده البيت يا ابني اكيد هما لسه مش افتتحوه لان مفيش مكان للبواب استنى كده
ما ادخل كده اهو. تعالى يا عم تعالى. السلام عليكم. ده منين ده؟ مكان مكان فين يا بني ادمين؟ تعالى يا عم قصيت اهو تعالى. كسرت ايه؟ فين فين الراجل اللي هنا يا عم؟ انا قلت لك المكان ده لسه مش افتتحوه، انت غبي ليه؟ احنا اللي جبنا اللي كسروا المنطقه بتاعتي. كسروا ايه يا باشا؟ احنا جايين نقدم في المسابقه ما عملناش حاجه. قدام قدام على المسابقه بتاعت الضرب والمصارعه والدب دب دب. فين فين الكلام ده؟ بحسب بحسب بقول لك. استنى استنى يا عم، وربنا يعمل عليهم حكم. حكمت المحكمه حضرتك يا عم، خد على الاطراد بالمتهمين دولك بعد اكل اللحمه المشويه والاكل اللحمه. بص 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 سلام. ولا ولا شكل الواد مش عاجبني. اسمك ايه؟ رد عليا. اسمك بس اسمك ايه؟ عشت الاسم عشت. طب بص بص كده ولا كاني حصل حاجه. ماشي يلا نمشي. انت بص انت برا، انت راجل محترم. هبص اتكل على الله بقى، اتكل على الله. يلا اتكل على الله. اتكل على حد. احنا جايين نقدم في المسابقه دي، واخويا سيف هيدفع لك دلوقتي 450 دايموند ضايع عشان هشتري التيشيرت. سمعت هذاك بتدفع بالفيسا؟ بالفيسا؟ مين جيرو دايموند اللي احنا سرقناه؟ لا لا جيرو دايموند احنا سرقناه. ظابط يا يا باشا، هدي لك ليه؟ هيدفع لك 500 دايموند ضايع. ايه ده كده يا باشا؟ حضرتك انا شفت انا باشا انا شفتك غير بالفيسا. فيسا؟ فيسا مين انت كمان؟ يا عم فيسا دي بتدفعها عندكم في بيتكم. اخلص دلوقتي يا عم. انا شفتها غير بالفيسا، ما فيس مش معايا. لا انا انا عايز ماستر كارد. استنى اخلص اديله فلوس، خلينا نمشي بقى يا عم. الفيزا مش معايا، حاطها كلها في الفيزا. لا 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 ايوه يا يا ابني انت، ما هي الفيزا ماستر كارد. انت يا بنت انت اللي غبي يا عم. اهي الفيزا غير الماستر كارد. ها خد يا باشا فلوس اهي. اتفضل اتفضل خد في داهيه. اتفضل خد نغرقك فلوس. يلا نغرقك فلوس يا استاذ حضرتك. هو انت شكلك ما تعرفنيش انا مين؟ انا اكبر بيس بيس مان. بيس بيس اه بيس بيس ناو. بص احنا جبنا لك كل جبنا كل الفلوس اللي انت عايزها. احنا عايزين نعرف بس المسابقه تلعب امتى. طيب دي واحده خليك معايا معلش. المسابقه هتبقى بكره. ايه اللي بكره؟ ان احنا هنتدرب. بص خلاص يا عم، يوم الاثنين الجاي. ايه رايك؟ خلصان. قدامكم اسبوع من دلوقتي. اسبوع نتمرن بقى. تمام تعالى نروح على الجيم. يلا كل حاجه جاهزه نروح الجيم. A few moments later. بعد مرور اسبوع بنتدرب، انا حرفيا كنت باكل. سندريلا راحت الجيم بتاع البنات، وصيف راح الجيم بتاع الشباب، والمفروض ان هم عملوا عضلات. تعالوا نشوف شكلهم بعمل ازاي. دي دي يا اسطى بص، وانا وانا رحت بيت قصير تقريبا. ده صيف عنده عضلات 6 باكس ودماغه تبقى تمام كانت بلعب بدماغه. هي سندريلا عملت ليه كده؟ ماي نيم از جون سينا. بم 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 بم. ايه تعالى بس خش اضربي الناس اللي جوه. شكلي جميلة صح؟ يعني انت خليكي بس سؤال. ايه؟ هو انا لو نطيت يعني لو نطيت مثلا من حتة عالية هقعد اتنطط كده زي زي الترامبولين؟ غالي انت عارفين احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا المفروض في المفروض في بلوكات جوه، بلوكات زي بلوكات حظ كده، احنا هناخدها ونحارب بقى. يلا بينا تعالى. بس بقول لك ايه؟ انا عايز اجرب عضلاتي عليك. تعالى تعالى هنجربها. جربيها على البلوكات جوه. السلام عليكم. السلام عليكم. احنا وصلنا يا حاج. يا استاذ يا استاذ. بغني في ايه يا عم انت؟ بغني يا استاذ. يا عم سيبني غا. قومي يلا من على السرير. ياه ايه ده ايه ده انت بتعمل ايه يا عم انت؟ يلا نبدا. طيب نبدا نبدا مصارعه. لا خد بس الفلوس يا نجم الفلوس. والله انت دفعت الفلوس كلها اخر مره يا عم. هو انت هتكون ثانيه كده يا عم؟ ما تصدعنيش يا عم. يلا نبدا يلا يا عم. بودنا بقى يا عم. كل واحد يروح لمكانه. كل واحد يروح لمكانه. حاضر حاضر. يلا كل واحد يروح لمكانه. بصوا ثانيه، 1 2 3 4 5 6 7 كل واحد ليه ثلاثة. يلا 1 2 انتوا بداتوا. يا نهار ابيض. السلام عليكم. اوه خنازير. واو دروع. ايوه انا سيف انا بس في اتنين الواد ده. انا مش هينفع اساعدكم في اي حاجه. الحمد لله ما متش. ما متش انا. ايوه ما متش. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا حي انا حي. الو بقول لك يا رودي، انا جاي لك النهارده كده بفلوس كتير. انا لازم انتقم منكم، انتوا السبب في موتي. ايه ده يا جماعه؟ الحقنا انا في زومبي معضل. بدور عليك يا حبيبي من زمان. انت فين يا حبيبي؟ انت فين يا يلا السحره. لازم ايه يا ترى؟ السحره الشريره يا جدعان. خونا اخواننا نموت. عضتني السحره الشريره عضتني. بس انزل لي دايمين. بس يا مدان. هي الله اكبر يا رب. انا سيف نموت يا سيف. بس بس سميته بعد كله الله اكبر. يا راجل يغشش امشي. بس الراجل ده بيغش اللي معانا. ابو احمر ابو احمر ابو احمر ابو احمر ابو احمر. خد ده خد ده ليك اي خدمه. لا لا طيب كده ما ينفعش. ايه افتح بس الكوي. خده ليك بقى حبيبي. رب بس انا مش معايا دايموند. هتصدق معايا؟ خد ده. لا
لا انا محتاج اربعه كمان. مش لعبه انا مش لعبه انا مش لعبه في كشيف. حسبي الله نهار اسود. ايه ده يا نهار اسود وصل على النبي. ايه ده الله اكبر. سيبوا ننزل يا جدعان. انا قربت اخلص بالكاب الحظ بتاعتي يا جدعان. انتوا عملتوا يا عيني. حد يطفيني. اوف اوف الحمد لله. طفي نفسك يا حبيبي. خلاص سيب في اخواتك جم. هم وحش قوي ليه كده يا لهوي. دي بدت ايدي يا جدعان. بدت النين دي ولا ايه؟ لا اقول لك هتسيب ايه القرف ده. نزل لك اكل. ايوه يابا انا لسه بنزل لي حاجات حلوه. انا بنزل لي حاجات معفنه. اقول لك بص انا انزل لي. بص انا انزل لي. بص بيعمل ايه ده. بص بيعمل ايه يابا. شايف بيعمل ايه؟ على حظي. حد يموت بتاع الكبير ده. بس انا جاهز. فين بتاع الكبير ده؟ يا نهار اسود. بص بص الخنزير بقى. بص الخنزير ده. استنى. في تلات خنازيرات. مين بقى؟ الله سهل. الله. انا مش عارف. بس ممكن اضرب عليك حاجة؟ سيو. زريو. زريو. بص هخلي الخنازير كلها تقع. انا هخليهم يقعوا. ايه ده مين اللي بيضرب؟ مين اللي بيضرب؟ انا بلاش في بلاش في سيف. لا اكبر عليا ليه بس؟ لا اكبر. فين؟ خد سمو السويد. خلاص خلاص يا باشا. خد يا باشا. خلاص خلاص بقى. يلا بقى هات لي بقى الناس يا حاج. احنا هنحاربهم. هات لي بقى الناس دي. هاتهم. طيب بص ثانيه بس عشان نعمل اعاده تصنيع للحلبه. ماشي انا مستنيكم. انا ما عنديش انا ما عنديش حاجه. انا ما عنديش حاجه. اعاده تصنيع للحلبه. انا مستنيكم. ما عنديش اي مشكله. هاتهم لي. لا اكبر. ماشي. بس انت هتكسب يعني؟ ايوه. اول حاجه دي اول راوند من بلاكي بلوك. هتلعبه تاني هتلعبه تاني راوند باذن الله. قتله. ايوه عايز ايه انت ولا عايز فاهم عايز ايه يا بود؟ مش عارف انت عايز ايه. اترجل انت اسم ليه؟ اثبت يلا اثبت يلا استرجل يلا ما تقدرش تجري يلا ما تقدرش تجري كده زي زلعه جبانه. ايه باسم معكش جيمنج؟ ما تجريش يا زلعه جبانه يلا تعالى. الراوند الاخيره اخر راوند. خلاص ثواني 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 هيكون في اهم حاجه ثواني ثواني. ايوه نحارب بعض. استنى نطلع بس من بتاع ده ونحارب بعض يا جدعان. استنوني بس استنى بشياك. استنوا بس استنوا استنوني انا هطلع بس. يا ريت كلكم دلوقتي انا هطلعكم. استناني بس بس تعالى لي بقى. يلا طبعا بسم الله خسرت. واحد اثنين حاضر. لا تعالى تعالى. لا 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 ستوب ستوب. انت ايه يا حاضر خلاص يلا لو انت بقى تعالى لي. بقى تعالى لي بقى. مش تعالى لي ولا ايه؟ انا قتلته. يلا تعالى لي تعالى لي تعال. الاسهم خلصت. الاسهم خلصت. عايز اسهم؟ مش هديك. بلعب مكعبات. بلعب مكعبات مختفيه. تعالى يا مكعبات. تعالى يا مكعبات. لا 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 الحمد لله اللي اخدت فزت. المليون دولار بتوعي فين؟ بقول لك ما تجيلي انا بقى. لا انا عايز الفلوس بتاعتي يا عم. عايز الفلوس بتاعتي. هديك فلوس بس بشرط تجيلي انا بس دقيقه واحده كده. تعال. ايه؟ دقيقه واحده اصبر. اجيب لا. بس اغراضي. اصبر ما تضربش. لا يا عم انا عايز الفلوس مش عايز العبك يا عم. عايز الفلوس. هات الفلوس. بقول لك اصبر اصبر. صلى على النبي. طب صلى على النبي. الصلاة والسلام. اول حاجه احنا نجيب ده تمام. نحاول نعمل كده كده. تعال نهار اسود. خلاص تعال بس هقول لك ان حاجه. هروح عند امي هجيب بس عيش واجي لك. هروح عند امي. انا هجيب لك العيش دلوقتي. هروح عند امي بسرعه واجي لك يا عم. والله هجيب لك العيش. خد يا عم. هروح عند امي بسرعه واجي. انت راجل